السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي صورة تخيلية لكوكب الأرض لو المياه لا قدر الله نشفت. فتخيل الشكل، مفيش حياة خالص، مفيش أي حياة للبشرية، مفيش أي حيوان ممكن يعيش. يعني في تصور إيه ممكن الكارثة اللي ممكن تحصل للعالم بتاعنا. كل الكوارث بتقول إن ممكن يكون في نوع من الحيوانات تقدر تكمل، تمام؟ ممكن في بعض الابحاث بتقول الصراصير، وفي بعض الابحاث بتقول الخنازير، يعني حسب نوع المشكله اللي ممكن تحصل، تمام؟ دي في بعض الادب التخيل العلمي. بس المشكله الوحيده اللي لا يمكن يبقى فيها حياه بعديها هي عدم وجود المياه، لان ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. وسبحان الله في حديث جميل جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم عدى على سيدنا سعد، فلا بيتوضا، تمام، بيعمل شعيره من شعائر الاسلام، تمام. فراح قال له: ما هذا يا سعد، ايه الاسراف اللي في الميه ده؟ فقال له: افي الماء اسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. يعني لو في نهر ماشي كده وانت بتتوضى ما تصرفش في الميه، لان احنا لازم نحافظ على الميه. وبالذات في الايام الاخيره ديت وجدنا ان الميه بدات تنشف في اماكن كتيره باسباب طبيعيه، تمام. يعني في ايطاليا مثلا، في مدينة فينيسيا كان فيها يعني الشوارع كلها مية وكانت حاجة سياحية، المياه بدأت تنشف. جنوب أفريقيا مش لاقيين مية، وبدأت الناس تقف صوابير، حتى الناس الأغنياء، عشان ياخدوا يملوا جركة المية دي عندهم في البيت. عندهم مشكلة كبيرة جدا في موضوع الجفاف دي. ولما تقريبا شهر المطرة مطرت، كان فرح في البلد كلها إن ربنا رزقهم بالمية ديت. فسبحان الله، فاحنا لازم نحافظ على المياه، تمام. سيبك من المشكله بتاعت سد النهضه والحاجات دي، لان دي حاجات سياسيه. المياه دي اغلى حاجه، اغلى يعني، كل قطره مياه يعني تساوي حياه انسان. في مجاعات كتيره جدا في دول افريقيا، في ناس كتيره مش لاقيه المياه، في ناس بتتوفى على اساس مش لاقيه تشرب. فلازم نحافظ على المياه، لازم قدر الامكان. يعني مفيش حاجه اسمها ترمي المياه، لا، المياه دي حاول تستخدمها، حاول تعيد استخدامها، حاول ان انت مش عشان المايه مثلا رخيصه او كده تقدر فيها وتغسل باسراف، تجيب 10 جلاكن عشان تغسل العربيه بتاعتك، او تفتح الحنفيه طول اليوم. لا، حاول قدر الامكان تقلل استهلاك المايه، لان دي اغلى من الذهب والفضه والمعادن النفيسه لو انت مش لاقيها. فقريت ناس مثلا اللي بتصمم تحاول تشوف ايه افضل الطرق عشان اصمم حاجه كويسه والناس ما تبقاش متضايقه فيها، وفي نفس الوقت يكون استهلاكها بتاع الميه قليل. في بعض الاجهزه في الادوات الصحيه او حاجه زي كده بتخلي استهلاك الميه قليل، تمام. زي مثلا على سبيل المثال ابسط حاجه، القعده بقى فيه زرار ريب مثلا، لو انت عايز ميه قليله او ميه كتيره، بدل ما يبقى هو زرار واحد في ايا كان الحاجه الموجوده من تستهلك مياه كتيرة. فدي من ضمن الحاجات مثلا، أو الشاور في حاجات تستهلك مياه قليلة، وفي نفس الوقت الإنسان مبيبقاش قاعد متضايق أو حاسس إن المياه قليلة. فأتمنى بإذن الله إن شاء الله الناس تبدأ تهتم بموضوع المياه دي كويس جدا، وتحاول إنها ما تستهلكش مياه أكتر من اللازم. يعني أنت بتستهلك المياه اللي أنت محتاجها بس، الزيادة ده إسراف، وده حق الأجيال اللي جاية، وإحنا كده بنظلمهم معانا.